بدي عزمك بس خذ هالورقة معك بليز. أسرع إذا بتريد. شكرا. استاذ محمد كيفك؟ تمام؟ الحمد لله تمام. يلا تفضل. جاهز؟ اه تمام. يلا. ابدأ. يلا رولينج. جاهز كاميرا؟ تفضل. أكيد طبعاً مبسوط. أكيد طبعاً يا حبيبي. كات كات كات. محمد، ليك حبيبي. هاي الكاميرا بتبلش عندها، أوكي؟ بتبلش حديثك هون، المراية هون، كل شيء هون، بتخدم حديثك عنده. يلا. أوكي؟ شفت الكاميرا علي إيدك؟ آخر حاجة يعني. إيه هي الكاميرا. عند ال، أوكي. يلا. رولينج. تفضل محمد. اكيد طبعا مبسوط. طبعا يا روح قلبي. طب يلا بقى عشان الحق اجهز. يلا يلا. فرح فرح. بحبك. عشت كتير في حياتي قابلتك، غيرتيني واستحملت كتير، ولما قابلتك نسيتيني. عشت كتير في حياتي قابلتك، غيرتيني واستحملت كتير، ولما قابلتك نسيتيني. يا فرح حياتي، يا نور حياتي، تمنيت أكمل عمري معاكي. يا فرح حياتي، يا نور حياتي، تمنيت أكمل عمري معاكي. ووعد مني أشيلك في عيني، حافظ عليكي وعيش عمري ليكي. ده أنا طول حياتي بدور عليكي، وحاجات حلوة فيكي شدتني ليكي. ووعد مني شيلك في عيني، حافظ عليكي وعيش عمري ليكي. ده أنا طول حياتي بدور عليكي، وحاجات حلوة فيكي شدتني ليكي. يا فرح حياتي، يا نور حياتي، تمنيت أكمل عمري معاكي. كات. يعطيك العافية محمد، بهنيك على الشغل. حلو، مبروك الغنية. يلا يعطيك العافية شباب. ديكور تفضل. يعطيك العافية، ألف شكر. ميرسي. كتير وكل الكلام ده.
كنت لازم اجي من بلجيكا بشويه دول. شو شفت ضحكتكم هلا شوكولا ولا جد ماشي؟ لا لا بس انا باكل هاي كرمال شوكولا ما بكون فينا اكل اكثر وحياتي. مين؟ انت في سلم عليك اليوم؟ لا كمان لا انا رابط سلم ومسلمنا ميرسي ميرسي. هو ده الايفنت بتاعي من شو؟ ميرسي بكو بعد شيء سبعة كمان بدلك يا ابني مش هتيجي كتير الشغل انا اسمع. طب ليش المره نحن بنعمل لكم افاضي؟ هاي مدام ماري كيفك؟ تمام قلت له شو عملت هونيك؟ قال لي اكلت شوكولا. ما بعرف ما بتعملش حاجه. شو راسين بونجور بصراحه. هاي مدام ليسلي كيفك؟ تمام سوري سوري. شو سوري مثلا ما شفتني لا لا شفتك باي احنا عشان كثير طالع صوتك نسيت برافو عليهم بعد ما بيخلوكم. يا مغنى محمد اليوم كان رايق سوفت بس فول اوف ايموشن كله احساس ضل محافظ على الاحساس لو ما عاد كثير نيوانس بالصوت ولكن محمد بينتبه على النزال ما بعرف اذا لانه تعبان اليوم بس مبين كان النزال منيح ولازم ينتبه انه وقت بالافلات ما عنا عرب لازم اخر حرف بالجمله ينسمع يعني ما لازم يقطش افلاته اذا ما عنده عرب لازم يوضح اخر حرف ويرجع يشتغل على النزال هالجمعه. محمد تقدم كثير في شغله بالبرايم زعجتني بعد اوقات بيفتح تمه كثير منيح هالمرة ما فتحت مني رجع صوته شوي لورا صار يغني من منخار وهي بالبرام لاحظتها. هلأ بدنا نرجع عن جديد نشتغل على الشغلة لأنه صوته كتير حلو وبعدين عنده نضوج مميز. ما فينا كتير طالما بعده واصل من السفر وتعبين ما كتير رح نقسى عليه بس بقول إنه كان في شغلتين مهمين كان في إحساس كبير وكان في ذكاء لانه في ذكاء انه ينقي هالفكره لانه ما عنده وقت يمرن الباقيين ما عنده وقت يتمرن مع الباقيين لقى شغله لحاله انه هو عم انه هو عم يتحضر ورايح على عرسه وكذا وما بعرف شو في ذكاء الفكره بس ما فيها شيء عظيم. كثير حسيت عم بغني من منخاره اول مره بحس هالقد يعني بفتكر لانه تعبان بس محمد بالاجمال من الشباب يلي كثير تطوروا بهالاكاديمي اجا شيء وصار شيء تاني. الشغلة الوحيدة يلي انتريسانت يعني لذيذة شوي هي فكرة تصوير الكليب يعني هون بنرجع لرافائيل يلي عم يلعب دور المخرج عم بيقطع له كيف الكاميرايات ولكن اذا بدي اشوف الكليب ككليب يعني هو المخرج فاشل والكليب فاشل طبعا بس الاحساس تبع محمد حلو بس انه الصوره والخاتم والبارفان انه ككليب فاشل ولكن يلي انقذ هيدا الجو هو انه عم بيصوروا هالكليب واحساسه وانه فوتوا حطوا الديكار وشيلوا الديكار هيدا الشيء. طبعا بعده افضل من انه ما يقدم او يتحجج انه هو تعبان لانه بعده شيء واصل من السفر مرور نظيف عادي مش اكثر من هيك. حبيت انه غنى بسلاسه نقى شيء مهضوم ناعم يقدر يقوله من بعد تعبه من دون ما يتحجج بالتعب ولكن اكيد واضح في اشياء زمطت منه لانه تعبان بس غنى باحساس. هيدا محمد يعني محمد كله احاسيس كله فعلا بيطلع بكل عربه بتحسه عم ينقط احساس منه وبيكون صادق فعلا لانه بيمرق لنا هذا الاحساس. انا بقول انه كمان محمد هيك مبسوطه بالشغل اللي عم يعمله بالنتيجه اللي عم يعطينا اياها بالبرايمات وبالايفالات لانه فعلا هو حدا عم بيسابر وعم يجتهد وعنده دايما افكار حلوه عم بيعبر عنها من خلال صوته.